متابعينا الكرام، اسعد الله مسائكم وجميع اوقاتكم بالخير والبركه، وارحب بحضراتكم اجمل واطيب ترحيب مع انطلاقه الشوط الرابع الخاصه بفتح القعدان الحقائق من مسافه 4 كيلومترات، حامله لهذا التحدي ومرحبه بهذه الشعارات المميزه والجميله ضمن فعاليات هذا المهرجان الكبير والمميز، مهرجان قصر لسباقات الهجن العربيه الاصيله هنا من ميدان التراث من ميدان سويحه لسباقات الهجن. اسير مباشره الى مقدمه الشوط والى المركز الاول والى مياس مبارك بن عمهي بن حميد المنصوري، من ياتي على الانطلاق الاول على الاندفاع الاول. المركز الثاني هنالك مياس سهيل بن سهيل بو خرايط العامري، من يصل على المركز الثاني. المركز الثالث هنالك مدلل سعيد بن حمد بن عميره الشامسي، يتسلل الان الى المركز الثاني ليشكل هنا الخطر على ثاني التحديات. بينما المركز الرابع الاسماء القادمه الاسماء المنطلقه نتواصل هنا على المركز الثالث، وكما ذكرنا بانه مياس سهيل بن محمد بن سهيل بو خرايط العامري. والمركز الرابع من الجانب الايمن يتواجد مخلص لسيد راشد بن سلطان بن غالب المنصوري. المركز الخامس ختام هذه الجوله الاسم القادم والمنطلق هملول سعيد بن محمد بن خصيبه الظاهري، من يصل على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجه للخمسه النجوم الاولى. السف الانتظار، الناموس في الانتظار في مهرجان قصر الحصن. لمن الناموس ولمن السياره ولمن الفوز والانتصار؟ ندائنا الاول لهذا الشوط، نعود بحضراتكم الى المقدمه والى شعار مياس مبارك بن عمهي بن حميد المنصوري، مقدما لمياس على المركز الاول. المركز الثاني شعار بن عميره يتقدم الان يشكل الخطر، مدلل يمدلل سعيد بن حمد بن عميره الشامسي احد الشعارات المميزه في مسار هذا الشوط. المركز الثالث الله الله وصل مخلص، يتقدم راشد بن سلطان بن غالب المنصوري. وصل شعار بن غالب حينما ذكرنا الكبار وحينما ذكرنا المميزين في مسار هذا الشوط. المركز الرابع مياس لسيد سهيل بن محمد بن سهيل بو خرايط العامري، وايضا القادم المركز الخامس شعار بن خصيبه يتقدم الان مع هملول سعيد بن محمد بن خصيبه الظاهري. ولكن الاسم المتسلل وصل الريف ظافر بن هادي بن مسعود الاحبابي، مرحبا بك يا بن مسعود، يتقدم على المركز الخامس. خمسه نجوم، خمسه عمالقه، خمسه اسماء مميزه، وننتظر الاسماء القادمه ما بعد الخمسه المراكز الاولى. ولكن الصداره المقدمة مع مياس مبارك بن عمهي بن حميد المنصوري، لا زال مسيطرا على زمام الامور، متربع على عرش الصدارة وعرش المقدمة. المركز الثاني مخلص راشد بن سلطان بن غالب المنصوري، يا سلام. المركز الثالث بن عميرة من الجانب الايمن، وايضا بالخصيبة يتقدم بالخصيبة الان، بدا يحاول بالانطلاق مع هملول سعيد بن محمد بن خصيبة الظاهري، وايضا الريف ظافر بن هادي بن مسعود الاحبابي، وايضا القادم مياس سهيل بن محمد بو خرايط العامري. ولكن نعود بحضراتكم الى مقدمه الشوط، بدات التحديات، بدات الاثاره، بدا الانطلاق. بن خارس يتقدم الان، وايضا بن غالب، بن غالب متواجد الان، بدا بالاندفاع، وهنالك بن عمهي مياس للسيد مبارك بن عمهي بن حميد المنصوري. ولكن بن غالب ينطلق الان، يقدم لنا هذا الاسم الجميل والمميز على الصداره والمركز الاول. مخلص راشد بن سلطان بن غالب المنصوري مع انطلاق مخلص. المركز الثاني من الجانب الايمن، من غير الامور؟ هملول. هملول بدا يتحرك الان، سعيد بن محمد بن خصيبه الظاهري، يا سلام يا سلام.
لمن السيارة، لمن الفوز والانتصار. اقتربنا من خط النهاية، اقتربنا من الناموس. المقدمة الصدارة هملول، سعيد بن محمد بن خصيبة الظاهري، الظاهري على المركز الأول، هنالك بن عمهي المنصوري مع مياس على المركز الثاني، ولكن المقدمة المقدمة نتمنى لها التوفيق. الله، وصل هنا، وصل الاسم القوي يتقدم الآن. شاهين السويدان بن مصبح بن سالم المتفيج الاكتبي وصل في الامتار المجنونة، الامتار الاخيرة لمن الناموس، لمن الفوز والانتصار. هملول، هملول وشعار المتفيج، ولكن هملول. سعيد بن محمد بن خصيبه الظاهري، تهانينا والناموس. المركز الثاني وصل شاهين سويدان بن مصبح بن سالم المتفيج الاكتبي. المركز الرابع لسناس. لسناس على المركز الثالث عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري. المركز الرابع وصل على رابع التحديات مخلص راشد بن سلطان بن غالب المنصوري. المركز الخامس مياس مبارك بن عمهي بن حميد المنصوري. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام نعود بالتوقيت الزمني مع المخرج اسامه الهواري. 5:58، 56 ثانية، 6 ترزام من الثانية. سلام بو سمرة وسلام للمسعودي، سلام على هذا الفوز والانتصار. 5:57، 4 أجزاء من الثانية. صاحب المركز الثاني وصل شاهين سويدان بن صبح نزال الفيج الكبير، بينما المركز الرابع المركز الثالث 5:58، 9 أجزاء من الثانية. هو توقيت صاحب المركز الثالث لسناس عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام.